قبل نهاية المباراة هدف لهدف. الجزائر بلجيكا، سفيان فغولي رد عليه في اللاين لصالح عناصر المنتخب الجزائري ولصالح. تبقى الكرة تمشي، فيتال عنده الكرة الآن، يخرج له في اللاين فيتال يوصل عليه. دبرين عنده الكرة الآن، حولة المرور، دبرين باليسرى يسدد، دبرين تضرب في الجدار، تضرب في الجدار ترجع لفون بيتن. ثغرة من هناك مارتينز، اللاعبان الاحتياطيان سجل لمنتخب بلجيكا، مارتينز وكذلك في اللايني سفر. يا مهدي يا مهدي يا مهدي بيسرى مهدي لإسلام تيماني، وحدك يا إسلام، وحدك يا إسلام، يرجع لي وبن بيتن. هنا الجزائرية الكرة، سفيان فغولي مع طيدير، يراوغ سفيان، راح سفيان، أوه يا مهدي يا مهدي أنت تأخرت، راح 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 الخطير، راح راح الجنازارة. با 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 جول، جول ثاني من مارتينز، جول ثاني من مارتينز في العشر دقائق الأخيرة من عمر المباراة بشق الأنفس. منتخب بلجيكا هدف العاشر في مع منتخب بلجيكا بشق الأنفس. تغطية والتعثر من فيليني ضيع كرة ثالثة أو كرة صعبة. رأي مرة كنا نتوقع على الأقل أن يخرج المنتخب الجزائري متعادلا، على الأقل متعادلا بواحد مقابل واحد، على الأقل. غلاس دقيقتان كوقت بدل ضائع لهذه المباراة الأولى للمجموعة الثامنة. يرتكب الخطأ لدفاع المنتخب البلجيكي، رمي تماس بأخضر فايرل الظهير الأيمن ملعوبة داخل منطقة العمليات، طويلة طويلة، هذه محاولة التسديد ولكن لا، موصلتش الكرة لطيدر. العملية الهجومية المرتدة على الجهة اليمنى يعلن عن تفوق نهاية المباراة وتفوق المنتخب البلجيكي والمدرب ماركو الموتس بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد. كان المنتخب الجزائري متفوقا في الشوط الثاني، في الشوط الأول، في الشوط الثاني تغيرت الأمور والمعطيات.